وبنحمر الكرش نحط البصله بسرعه عشان كفايه طرطشه بقى. انتوا حالفين تجيبوني من العيد اخرج بعلامه، انا عارفه مش هنولها لكم. بصوا بقى البصل ينزل معاها كده اهو، نفصصه كده من بعضه. البصل ما بياخدش لون، يبقى يدبل معاها كده وياخده من طعم بعض. الفلفل الاخضر كمان اهو، ممكن يا سعاده البيت جيبوا لنا شويه بقدونس، ولو في قرن فلفل احمر كمان يبقى كتر خيرك. قرن فلفل احمر نكسر اللون بس، اللون سامع حد جنبك بيتكلم على فكره، سامعاه الله يسلمك. شويه توم وانت طيب لسه فاكر، توم حته توم، وعايزه فلفل احمر. شكيني يا ياسمين اتفضلي، سلمينا على امك. ادي كده ملح، ونحط فلفل. ايوه كده، يا سلام يا ولاد. قرن فلفل احمر بقى نكسر اللون يا سعاده الباشا، لو ما فيهاش مضايقه يعني، لو فيها مضايقه هات برده عادي يعني. 5 دقايق بالظبط ونشيلها، والكرشه بتاعتنا استوت خلاص، نغرفها. فين الطباق؟ ياه انتوا حاطين الطباق بعيد قوي يا ولاد. انا عارفه انكم عايزين تطلعوني بعلامه النهارده، باين باين اللي انتوا بتعملوه معايا. نشيل بقى الحله كده بحالها كده، بسم الله. بصوا الجمال بقى، ياه بصوا بقى بتغلي ازاي، اهي بصوا جمالها، ريحتها باين انها عايزه ندعه ملح صغننه. بس كفايه كده، دي بقى هتجربوها بقى كده، مش تعملوا غير دي. دي بصراحة بالنسبة لي أحلى من الطريقة المصرية بتاعتنا بصراحة، حلوة أوي أوي أوي. بصوا بقى الجمال، ياه ياه يا عبد الصمد فكرتني بالكرشة. أنا محدش ياكل الكرشة دي غير أمنية. ده كفايه قوي، كام زيتونه كده بس كده. جميله جميله جميله، دي الطريقه دي هتجربوها وباذن الله تعجبكم، انا واثقه. نمسح بقى شكل الطبق، بسم الله. بس بصوا بقى جمال الطبق اهو، اتملى منه يا استاذ، اتملى منه. واحنا بنحمر دي برضو اهو، ما عندكوش حبه فلفل احمر؟ نكسر اللون بس يا بيه. ماشي يا كريم. نبص بقى هنا على الكرشه دي كمان، دي بالظبط قدامها 5 دقايق بس تتأثر شويه ونغرفها على طول. كان بودي اعمل لكم حبه رز بشعريه بس هما ما حطوليش، استخسروه فيا. حلو قوي. طبعا العيش جايبه لكم عيش، بصوا والله مشتركم من الفرن تحت بيتنا وانا جايه اهو، جايبه لكم ب 10 جنيه عيش اهو عشان تاكلوا بيه. دي كده تمام، بس عايزين نكسر اللون مش اكتر. وانا حطينا ملح ولا ما حطيناش؟ تقريبا ما حطيناش، او حطينا. انا هحط لو حدقه برضه كلوها عادي يعني، في حد هناك بيقول لي حطينا وفي حد بيقول لي ما حطيناش. حطينا ما حطيناش؟ ادوق. صدق كانت تايهه عني دي. مش فاهم، مش فاهم انا دي. مندوق. يا سلام، انا مستنيه النقطه دي، مستعبط انا مستنيه اللحظه دي.
بسم الله. رائعة رائعة. الفلفل الأحمر طماطمية طب اقطعها جنبي نكسر اللون. ادي شوية بقدونس تحتها كده ولا حاجة. تنزل بقى تترمح من الطبق فوق البقدونس. ياه ياه بسم الله. بصوا الجمال. الله عليا الله عليك يا فنان.